قلنا برايفت والبابليك، ما قلناش البروتكتد، لازم نقول البروتكتد طبعا. البروتكتد هقول برايفت طبعا معروفه، البرايفت لما اكون بعرف اي متغير جوه كلاس برايفت ما بيتشافش غير جوه الايه الكلاس ده بس، بيتعامل مع الكلاس ده بس وكل الميثودز بتاعتك، ما اقدرش ان انا استدعيه او اتعامل معاه من اي حته ثانيه ايا كانت الحته دي ونوعها ايه. بابليك سداح ملاح خلاص، اي حته في اي مكان انا اديله، معناه ان هو اي حد يقدر يوصل له في اي مكان، اي متغير او اي لا افترضنا انا محتاج لا مالهاش علاقه بالسكيورتي خالص. برايفت دي انا دلوقتي دي مش هستخدمها بره الكلاس ده خلاص، فده النطاق بتاعها، ده السكوب بتاعها، مش محتاجه في اي حته ثانيه خلاص. من ضمنها تقدر تقول سكيورتي، بس مش سكيورتي سكيورتي، لا هو سكيورتي اللي انت خلاص ما عشان ما حدش يخرب في حاجه في كلاس انت مش محتاج منه غير الحاجات اللي انا موريها لك وبس. اما البابليك اي حد يوصل لاي حته. طب البروتكتد بين البنين، ايه هي بقى بين البنين بتاعتها؟ لا لا البروتكتد بتاعت الوراثه، البروتكتد انت قلت الانترنال على فكره. البروتكتد تعمل ايه؟ البروتكتد قال لك لو عرفت حاجه بروتكتد يبقى ما تتشافش غير لكلاس يورث من ده. ينادي لا، من بره لا، من جوه لا، اي حاجه لازم يكون كلاس. لكن خد بالك جوه كلاس برضو ماشي، لكنه زي اكنه برايفت، بس بلس البرايفت زياده على البرايفت انه ممكن لو اي كلاس ورث يشوف برضو، لو اي كلاس ورث يقدر يشوف ايه؟ يشوف برضو. مثال كده سريع على البروتكتد او البابليك كلهم يعني على السريع مش هنطول. من بروجكت انا عايز نفسي اخلص الاوبجكت اورينتد، قمت جاي هنا قايل له مثلا كلاس اسمه مثلا كاستمر خلاص. كلاس اسمه كاستمر ده هيبقى فيه مثلا برايفت اكس او برايفت انت اكس خلاص. طبعا انا عايز اوصل المعلومه على طول خلاص، مش هقدر ادي مثال طويل عشان مندهش وقت. برايفت انت واي، معلش بلاش برايفت، خلي دوت ايه بابليك، وبعد كده ايه بروتكتد انت زي، وخلينا في الانترنال انترنال انت اي بروتكتد انترنال هجيبها والله ماشي، وبعد كده بروتكتد انترنال من دول بس ما تطوعش ما تلفش كتير خلاص. ام خلاص هنشوف لما نعرف الثانيه تبقى ايه، نشوف الثالثه هتبقى هتطلع ايه يعني. انت معلش ام خلاص كده. فانا كده عرفت انواع مختلفه جدا جوه الكاستمر خلاص كده. لو جيت دلوقتي جوه الكاستمر خد بالك معايا من اللي هيحصل، سيبك من الكلام العك اللي احنا كنا بنعكه في الاستراكشر ده، وجيت قمت انا قايل ايه كاستمر كاست بيساوي نيو كاستمر خلاص كده. تعال كاست دوت، بص معايا اكس برايفت راحت مش طلع خالص خلاص، الواي بابليك طلع عادي، وادي الايكون بتاعها لو انت شايف الايكون بتاعها طلع زي خلاص. بعد الواي الزد بروتكتد، الزد بروتكتد لو جيت بصيت مفيش زد ما طلعتش، يبقى البروتكتد ما تطلعش، البروتكتد ايه ما تطلعش. الانترنال اي، الانترنال ايه الانترنال اي، لو جيت بصيت على الانترنال اي هتلاقي الاي هي طالعه ايه مختلفه، علامات مختلفه، ايوه علامات مختلفه عشان تعرف تفرق، واقول لك ايه الفرق الفروق خلاص. اخر حاجه الام، الام ودي بروتكتد انترنال فظهرت برضه، بروتكتد انترنال فظهرت ايه فظهرت برضه. يبقى عندنا ايه اللي اختفى؟ البروتكتد والبرايفت، بروتكتد والبرايفت. تعال نشوف واحده واحده، البرايفت قلناها والبابليك قلناها، البروتكتد قلنا لما تورث بس، والدليل اهو، والدليل ايه اهو الانترنال بالمره. الانترنال ايه؟ قال لك الانترنال طول ما انت في نفس البرنامج بتاعك شغال، طول ما انت في نفس الباكج بتاعتك شغال، بره الباكج لا. يعني عملت
يعني انا افضل دايما تيجي تكتب اكتب انترنال ما تكتبش بابليك. انترنال جوه مشروعي جوه مشروعي جوه النيم سبيس بتاعتي جوه الباكج بتاعتي خلاص. لكن بره كده ما تشافش. اقدر اسمع لا ما تعرفش ما اعرفش اسمع بابليك يجيبها اسمع بقى اسمع لو خلصنا النهارده لوبي ستودنتد ده هيبقى اخر حاجه اللايبريز وهوريك ازاي اعمل برنامج مشروع في مشروع هنشوف مشروع فيه متغيرات بروتكتد ومشروع تاني فيه متغيرات مش عارف ايه ومشروع تالت فيه مش عارف ايه وانا عايز انادي على ده مثلا جبته عندي ازاي بقى استخدم الحاجه اللي موجوده جواه مش هلاقي غير البابليك هو اللي باني بس الانترنال هيطلع بره اللعبه برايفت بره اللعبه وايه تاني فاضلنا وبروتكتد مش عارف البروتكتد وبروتكتد وبروتكتد انترنال خلاص كده. يبقى احنا كده قدرنا نقول ان الاخ البرايفت مش هيطلع كده كده لانه مش جوه غير جوه كلاس بس البابليك كده كده هيطلع البروتكتد ما طلعش الانترنال طلع لان هو متاح داخل نفس المشروع نفس المشروع شغال خلاص والبروتكتد انترنال طلع. احنا مش فاهمين بقى ايه ميزه البروتكتد في الحاله دي مش موضح لنا ميزه الايه يبقى احنا موضح لنا الانترنال طلع زي الانترنال ايه الفرق ما بينه وبين الانترنال وبين البروتكتد الانترنال لسه ما وضحتش لسه ما ايه ما وضحتش انا عايز اوضح البروتكتد الاول عشان اقدر اجيب لك الفرق ما بين البروتكتد ايه. تعال نشوف البروتكتد لوحدها تعال نشوف البروتكتد لوحديها. لو جينا عملنا كلاس جديد سمينا الكلاس ده مثلا اي حاجه دي حاجه تورث من الكاستمر دي حاجه تورث من الايه ماشي اي حاجه مجازا يعني عملت كلاس اسمه اكسترنال كاستمر خلاص كده وعايز اقول له انت بتورث من الكاستمر بتعمل نقطتين وقمت قايل له ده تورث من مين؟ من الكاستمر خلاص كده كده بيورث من ايه؟ من الكاستمر. لو جيت دلوقتي قمت قايل ايه؟ لو عايز استرجع اي حاجه تخص الكاستمر انا لو جيت خد بالك من حاجه خد بالك من القضيه دي مهمه جدا لو جيت هنا قمت معرف الاول خلاص فصلته ما بين الوقت بتكلم على البروتكت فصلته ما بين البرايفت والبابليك والانترنال معاك ثلاثه على ايدك اهو خلاص دلوقتي بنتكلم على مين بنتكلم على البروتكتد اقول لك بص لو انا بس عملت اكسترنال كاستمر وسميته كاست بيساوي نيو اكسترنال كاستمر هل انت متوقع لما اقول كاست دوت هيطلع لي ولا مش هيطلع لي البروتكتد في الحقيقه البروتكتد لو جيت بصيت عليه مش هتلاقيه ايه ما وارث يظهر داخل الكلاس برضو ما اقدرش استخدمه بره برضو ما اقدرش استخدمه ايه ما اقدرش استخدمه بره يعني لو انا جيت هنا عند كستيرنا في جوجل كستيرنا الكاستمر وعايز استخدم ال كان اسمه ايه هو اللي هو الكاستمر العادي اللي هو البروتين عايز الزد لو انا عايز استخدم الزد اقدر استخدمه هنا بس اقدر استخدمه جوه الوارث جوه الوارث لكن من بره لا زي ما انا من بره زي ما انا لو هستخدم الاكسترنال كاستمر او الكاستمر زي ما انا لكن انا هنا دلوقتي جوه الاكسترنال كاستمر ممكن اقدر انادي على مين؟ طب احنا هل احنا خدنا انا مش فاكر خدنا ولا ما خدناش هل احنا خدنا ازاي ننادي على حاجه تخص الاب؟ ما خدناش بكلمه اسمها بيز كلمه اسمها ايه؟ خدناها؟ ماشي بيز دي يعني انا بنادي على الاب عايز انادي استدعي على حاجه تخص مين تخص الاب لو قلت بيز دوت ما جابش زد ما جابش احنا جنبنا في الشارع صحيح ايه اللي احنا بنعمله ده نعمل له اي ميثود ولا اي حاجه طب تلمه فاكر انترنال مثلا فويد ميثود اسمها تيست خلاص كده قمت جاي هنا قايل ايه؟ قايل بيز دوت ها زد طلعت ما طلعتش زد كانت موجوده وعليها المفتاح ده عشان هي بروتكتد يعني خلاص يبقى كده ايه البروتكتد تقدر تتشاف لو انا وارث
لو انا وارث خلاص كده من الكلاس اقدر استدعي الاسياب بتاعته. اهلا ازيك يا اسامه، قال لي ايه اخبارك؟ تمام اتفضل. خلاص يبقى البروتكتد يمكن رؤيته داخل الكلاس الوارث من الكلاس الاساسي. خلاص كده واضحه ولا مش واصله؟ تمام. طيب تاخد بالك ان في حاجه كمان، الواي طالعه مش طالعه؟ الواي دي كانت طبيعي طالعه، طبيعي طالعه لان الواي دي اصلا ايه؟ بابليك. طيب الاكس طالعه ولا مش طالعه؟ ولا تشوفك ما تطلعش، اكس مش طالعه. طيب طب الاي طالعه ولا مش طالعه؟ طالعه. طب الام طالعه ولا مش طالعه؟ طالعه. خلاص حلو قوي، احنا عرفنا البرايفت ما يتشافش غير جوه كلاسه، بابليك يتشاف جوه كلاسه او اي كلاس ثاني اخر، بروتكتد ما يتشافش غير جوه كلاس الوارث من الكلاس اللي متعرف فيه البروتكتد. ما يشوفش غير كلاس وارث من الكلاس اللي متعرف فيه البروتكتد، ساعتها يقدر يستدعي مين؟ اتكلمنا فيه على كلمه بيز، دي اساسيه جدا، ازاي استدعي حاجه تخص الاب. يعني مثلا لو انا عندي ميثود اسمها تيست والاب عنده ميثود اسمها تيست، خلاص انا كده عملت اوفرلودنج للايه للميثود اسمها تيست. لو كانت نفس الاحجام، لو قصدي نفس البارامتر، طب لو انا عامل نفس البارامتر هي ببقى يعتبر عملت الغاء للميثود بتاعت الاب. بلاش نستعجل في الحته دي، بلاش نستعجل فيها دلوقتي، خليها دلوقتي بعدين. خلاص المهم يعني بروتكتد ما بتتشافش غير جوه كلاس الوارث. انترنال جوه نفس المشروع، طب بروتكتد انترنال قال لك جوه نفس المشروع. لو مشروع بره، لو كلاس وارث ممكن يشوف. فهمنا الفكره؟ انترنال ادتني هو جوه نفس المشروع اتشاف سلاح مداح عادي مفيش مشكله خالص، ده انترنال طالما انا جوه نفس البروجكت انا شغال، طالما انا جوه نفس البروجكت فانا ايه؟ فانا شغال مفيش مشكله. لكن لو انا جوه مشروع اخر وبستدعي من المشروع دوت ما اقدرش اشوف الا لو انا ايه بروتكتد، الا لو انا ورثت اتعامل بقى مع بروتكتد. يبقى لو انا خارجي اتعامل مع كلمه بروتكتد، لو كان انا داخلي اتعامل مع كلمه ايه؟ انترنال. يبقى لو انا جوه نفس المشروع هتعامل بكلمه انترنال، كله متاح اشتغل. لو انا بره المشروع مش هقدر اتعامل بكلمه انترنال، هتعامل بكلمه مين؟ بروتكتد. يبقى لازم اورث عشان اقدر اشوف القيمه اللي جوه. خلاص كده؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا جيت قمت جيت من كامل بروجكت قمت ضايف كلاس وسميته تيست كلاس ودوست اوكي، وجيت على النيم سبيس سميتها وين ستراكشر اكس. خلاص جينا من بيلد في اخطاء عندنا، احنا ما كملناش كنا بنجرب دي. سيمي كولون ناقصه هو تيست بيز دي كانت ناقصه، ماشي ها تمام. خلاص كده بقى تيست ده دلوقتي الكلاس فين اللي هو الكلاس بتاعنا؟ الكلاس اسمه تيست اهو، جوه نيم سبيس مختلفة، جوه مشروع مختلف خالص. حد معترض عليه في حاجة؟ لو أنا دلوقتي حبيت أستخدم الكلاس اللي اسمه كاستمر، وجيت قلت كاستمر ولا هيعرفني. ما طلعوليش أصلاً، خلاص؟ لازم أقول النيم سبيس بتاعته، يبقى هو اسمه وين استراكت دوت ها؟ كاستمر طلع لي وكستنا كاستمر طلع لي، صح كده؟ تعال نخش على كاستمر وسميته كاست. خد بالك أنا يعتبر بره المشروع أهو. مشروع مختلف. ساوي نيو كاست وقلت كاست دوت ايه؟ في ما عرفوش ولا ايه؟ بنكتب في الشارع مش عارف في ايه حكايه الشارع، ما بنكتب كده شغالين بنكتب احنا. ماشي عملت جواها بابليك void ميثود اسمها تيست، جوه بلاش تيست عشان ما بلاش كونستراكتور صح؟ محبوزه لا اسم الكلاس تيست. لو عملت الميثود تيست اعتبرها كونستراكتور، اعتبرها هو ايه؟ اعتبرها كونستراكتور. فانا سميتها جوه اي حاجه خلاص عشان ما اخشش في ان انا ابقى ده عباره عن كونستراكتور. خلاص كده سميتها جوه، وجوه جوه قمت قايل له كاست دوت اهو، الاي طلعت، الام طلعت، الواي طلعت، اي حاجه الانترنال راح.
انترنال كان ايه؟ كان الاي انترنال. ثواني عليا دي ميس بيس تاني في مشروع مختلف، مشروع مختلف خلاص. بس انا كنت حابب ابص يعني، كنت متوقع ان هو هيجيبها بس ما جابهاش. ماشي، اي والام والواي، الاي الاي الانترنال طلعت والام طبعا طلعت عشان اتعامل مع مع الام، والواي اللي هي البابليك طلعت. ماشي، يبقى برده ما جاش اللي ببالي، معلش ما جاش اللي ببالي. يبقى نجربها لكم مشروع من بره، نجربها لكم مشروع مختلف تماما. يعني لازم تكون باكج مختلف. باكج المقصود بيها ان هي يعني مجموعه ملفات متقفله لوحديها عن مجموعه ملفات اخرى، عن مجموعه ملفات ايه؟ عن مجموعه ملفات اخرى. خلاص ماشي. يبقى احنا قلنا كده لسه ما وضحناش الانترنال، لسه ما وضحناش ان الانترنال او ما اديناش اكزامبل، احنا فاهمينه بس ما شفناش اكزامبل على مين؟ على الانترنال. طبعا ما شفناش اكزامبل على الانترنال، ما شفناش اكزامبل على البروتكتد ايه؟ البروتكتد انترنال. فانا هسيب الاكزامبل بتاع الانترنال والبروتكت بس على اعتبار ان انتوا فهمتوه. خلاص هسيب مثال الانترنال والبروتكت الانترنال لما اوصل لللايبرريز ديت، وازاي اتعامل مع المكتبات، وازاي اتعامل مع مين؟ مع المكتبات. فهعمل مكتبه خارجيه مشروع يعتبر، واعمل مشروع ثاني ويندوز ابلكيشن، واستدعي جوه المكتبه واشوف هقدر اتعامل مع المكتبه الخارجيه دي ازاي، واشوف فيها البروتكتد واشوف فيها الايه البروتكتد انترنال. خلاص كده؟ مفهومه كده؟ حد له سؤال في الحته دي؟